تعالوا بقى نروح لاثنين من الزميلات من جميلات قناة الأهلي عشان يعرفونا على آخر المستجدات، سواء فيما يتعلق بالنادي الأهلي وفرقه المختلفة، وكمان المستجدات المتعلقة بدنيا الصحافة والمواقع والصحف الرياضية المختلفة. معانا على الهواء مباشرة الزميلة العزيزة سالة حامد، وكمان معانا نورهان طمان. يا سالة ويا نورهان، صباح الفل عليكم وأهلا بيكم. انا مش عارف انتوا سامعيني ولا لا، لان انا مش سامعكم. طبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي الشاشه. اتفضلي كده سامعيني. يا صباح الخير يا كريم عليك، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. سامعيني اهلا بيكم. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا كريم، يعني انا حاليا متواجده داخل لمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم ابرز الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الا رياضيه. بس طبعا خلينا نبتدي معاك باخبار الفريق الاول لكره القدم، طبعا تحت قياده المدير الفني السويسري مستر مارسيل كولر. ويمكن النهارده ان شاء الله يتم انطلاق البرنامج اللي حطه مستر مارسيل كولر للاعبي النادي الاهلي. يمكن طبعا البرنامج هو عباره عن اليوم الكامل، ويمكن خليني اقول لك يا كريم ان اليوم الكامل ده هو عباره عن ان الفريق يعني يتمرن على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. الفتره الصباحيه الاول يعني التجمع بيكون الساعه 7 الصبح، وبعد كده التدريب بيكون الساعه 9 الصبح على ملعب مختار التتش، ومن بعد كده يعني بيكون في زي محاضرات ما بين مستر مارسيل كولر وجميع لاعبي النادي الاهلي لحد ميعاد التمرين المسائي الفتره الثانيه يعني من اليوم. بيكون التمرين المسائي في تمام الساعه 5 عصرا من بعد العصر يعني على ملعب مختار التتش. يعني النظام ده هيكون متواجد يعني الفتره القادمه، انه الفريق يتمرن على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه، وما بين الفترتين يكون في محاضرات فنيه ما بين المدير الفني وما بين لاعبي النادي الاهلي. كمان من ضمن البرنامج اللي حطه مستر مارسيل كولر يا كريم للفتره القادمه، وهي تعتبر فترة الإعداد للموسم الجديد، انه يعني من ضمن البرنامج انه الفريق يخوض يعني 3 مباريات ودية. اول مباراه هتكون يوم 21، ثاني مباراه يوم 25، وثالث مباراه يوم 29. كان اول مباراه ان شاء الله يوم 21 هتكون مع نادي بتروجيت، وثاني مباراه يوم 25 مع نادي اسوان، وثالث مباراه مع نادي طلائع الجيش يوم 29. يمكن كل المباريات دي طبعا في اطار استعدادات الفريق للموسم الجديد، وطبعا كمان لخوض مبارياته والبدايه طبعا في بطوله افريقيا. يمكن ان شاء الله اول مباراه في بطوله افريقيا هتكون في الدور ال 32 من البطوله، وهتكون يوم ان شاء الله يوم 7 من الشهر القادم، شهر اكتوبر 17. يمكن كمان ان شاء الله يعني المباراه دي هتكون ما بين النادي الاهلي وما بين يعني فريق من الفرقتين، يعني سواء الاتحاد المنستيري التونسي او نادي الجيش الرواندي. ويمكن ده هيتحدد النهارده ان شاء الله يعني بعد المباراه اللي هتقام ما بين الفرقتين في تونس. ان شاء الله يمكن المباراه دي هتقام النهارده في تمام الساعه 4 عصرا، وهتقام في تونس ما بين الفرقتين. ويمكن خليني اقول لك كمان انه الفرقتين دول يعني لعبوا مباراه الذهاب في رواندا، ولكن انتهت المباراه بفوز بهدف وحيد او هدف مقابل لا شيء لنادي الجيش الرواندي في رواندا. فالنهارده ان شاء الله المباراه هي اللي هتحدد مين اللي هيواجهه النادي الاهلي في الدور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اطمنك يعني على موقف وحاله الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي قفشه. يمكن امبارح الدكتور احمد ابو عبله في المران يعني طمنا على حاله اللاعبان، ويعني قال انه الاثنين يعني في المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي طبعا محطط لهم من قبل الجهاز الطبي للفريق الاول لكره القدم. وكمان هم امبارح غابوا عن التدريبات الجماعيه، يعني حصلوا على راحه لمده يوم، والنهارده يعني هم حاليا متواجدين في التدريبات الجماعيه مع الفريق، وهم كمان يعني في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي. بيشاركوا بجزء بسيط بس من التدريبات الجماعية، ولكن إن شاء الله الفترة القادمة هيشاركوا بشكل كامل مع الفريق في التدريبات الجماعية على ملعب مختار التتش. كمان يعني كابتن سيد عبد الحفيظ امبارح يعني طمنا على ايضا موقف الثنائي علي معلول واليو ديانج. يمكن طبعا موقفهم وفقا للاجنده الدوليه، وان هم يشاركوا طبعا مع منتخبي بلدهما يعني في الفتره القادمه. يمكن الفترة اللي جاية دي كل المنتخبات الوطنية يعني بيخوضوا يا كريم بعض التجارب الودية. فطمنا كابتن سعد عبد الحفيظ امبارح انه يعني اليو ديانج سافر امبارح بالفعل لمالي عشان ينضم لمنتخب بلده، والنهارده ان شاء الله علي معلول هيتوجه لتونس عشان ينضم لمنتخب بلده عشان طبعا يكونوا متواجدين الفترة القادمة مع المنتخبي. كمان النهارده او امبارح يعني الجهاز الفني والجميع لاعبي النادي الاهلي يا كريم، يعني كان في زي لفتة رائعة يعني بين لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، عملوا زي يعني حفل تكريم للمترجم هشام اسماعيل.
طبعا يعني نظرا لمجهوده وعمله الفتره الماضيه مع مستر مارسيل كولر، ورحبوا كمان بالمترجم الجديد الاستاذ خالد الجوادي، وطبعا اللي كان متواجد يعني بدا عمله من امبارح مع مستر مارسيل كولر في المران المسائي امبارح على ملعب مختار التتش. فدي كانت لفته يعني رائعه من لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني ان هم يعني يودعوا المترجم ويرحبوا بالمترجم الجديد. فدي كانت اللفته دي كانت موجوده امبارح بعد المران المسائي في غرفه الملابس الخاصه بلاعبي النادي الاهلي. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اروح يعني شويه واتكلم عن الالعاب الاخرى يا كريم، ويعني اقول لك انه امبارح سيدات كره اليد تحت قياده الكابتن محمد عادل زوله امبارح يعني كان في مباراه مع نادي المعادي في المركز الاولمبي بالمعادي، والمباراه يعني انتهت بنتيجه 30-10 بفارق 10 نقاط. قدروا لاعبات النادي الاهلي ان هم يتفوقوا على نادي المعادي، ودي كانت الجوله الثالثه من بطوله الدوري العمومي لكره اليد سيدات. كمان يعني خليني اقول لك انه امبارح يعني كانت اخر مباراه بالنسبه للاعبات النادي الاهلي، ويعني ان شاء الله طوال الاسبوع ده يعني هينضم 10 لاعبات من النادي الاهلي للمنتخب الوطني معسكر يعني ايضا في المركز الاولمبي استعدادا لبطوله افريقيا الفتره القادمه، ويمكن انضم يعني نفس اللاعبات اللي انضموا الاسبوع الماضي وهم امينه عاطف، ليلى حماد، شهد الشواربي، تؤى كمال، دعاء حلمي، دنيا صقر، منه الله سيد، امينه هشام، وامنيه خالد. يمكن كل اللاعبات دول انضموا ما عدا لاعبه واحده بس، هي يعني نصر عيد كابتن الفريق وكابتن المنتخب مصر بسبب يعني اصابتها في مباراه امس امام نادي المعادي، فهتغيب عن معسكر المنتخب الوطني، وكمان هتغيب عن التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي لحد ما طبعا يتم شفائها من الاصابه اللي تعرضت لها امبارح في المباراه. كمان ان شاء الله يعني لاعبات النادي الاهلي هيفضلوا في المعسكر ده يا كريم لحد يوم الخميس، وبعد كده هيرجعوا لتدريبات الجماعيه يوم الجمعه، وعندهم مباراه مع النادي الاهلي يعني امام نادي الطيران، وهتكون هنا على صاله الملك او الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي في تمام الساعه 6 مساء. كمان سيدات كرة السلة يعني بعد المعسكر اللي كان موجود في الاسكندرية يعني حصلوا على راحة لمدة يوم، والنهاردة ان شاء الله يا كريم هرجعوا للتدريبات الجماعية للفريق على صالة الشهداء بمقر النادي، عشان عندهم يعني اول مباراة رسمية في الموسم ده هتكون في بطولة منطقة القاهرة يوم الاربعاء ان شاء الله يوم 21، وهتكون امام نادي مدينة نصر، وهتكون المباراة برضو هنا في مقر النادي الاهلي الساعة 6 على صالة الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن دي يا كريم يعني كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه، وطبعا الفريق الاول لكره القدم والبرنامج الجديد اللي حطه مستر مارسيل كولر واللي هو عباره عن اليوم الكامل اللي ان شاء الله هنشوفه او هنشوف النظام ده الفتره القادمه مع لاعبي النادي الاهلي. اكيد انا معاك يا كريم لو في اي سؤال تفضل، والان العود مره اخرى للاستوديو. جميل كالعاده يا سالم، بنشكرك على التغطيه المتميزه دي، جزيل الشكر. وتابع معانا بقى يا ترى نورهان هتقول لنا ايه من اخر الاخبار والمستجدات في دنيا الصحافه.